كنزي عمرو عبد الرحمن الأولى في الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، مدرسة جميلة أبو عقرب الرسمية للغات بأبو تيم. عيلتي بتتكون من 5 أفراد، ماما وبابا ويوسف أخويا الكبير وآدم أخويا الصغير. طبعا ماما وبابا كان ليهم دور كبير في تحقيق في توصيلي للنجاح ده، وماما دايما كانت بتسهر معايا وكانت دايما بتدعمني، وبرده بابا كان دايما بيدعمني وكان سند وظهر ليا طول عمري ربنا يحفظهم. ويوسف وآدم برده ليهم دور كبير في توصيلي للنجاح ده، ودايما بيساعدوني في حاجات كتير، بيوصلوني الاماكن بيحاولوا يوفروا لي الاماكن اللي اقدر ان انا اذاكر فيها. وطريقه مذاكرتي طريقه عاديه، كنت بذاكر من 6 ل 8 ساعات في اليوم، وكنت بحاول ان انا اوفر الوقت اللي اقدر ان انا امارس فيه هواياتي وامارس فيه الرياضه، وكنت بحاول ان انا انام كويس واكل كويس واحافظ على صحتي. واول واحد بلغني بالخبر ده كان عم محمد، لما رن عليا الصبح وقال لي ان انا طلعت الاولى على المحافظه، وكان اول واحد يبارك لي. والامتحان كان بيجي في مستوى الطالب المتوسط، وكانت في اسئله بتيجي في مستوى الطالب المتفوق، عشان وكانت الاسئله دي الحمد لله بتيجي سهله بالنسبه لي. وكنت بتمنى ان الفرحه دي تبقى في وسط اهلي في مصر، بس انا سافرت اخر يوم في الامتحانات لبابا في السعوديه لبابا، لانه مقيم في الرياض. نفسي لما اكبر ان شاء الله اوصل لحلمي، وهو كليه الهندسه في جامعه اسيوط، وده بسبب حبي الشديد للماده. طبعا احب اشكر مدرستي، مدرسه جميله ابو عقرب الرسميه للغات، واحب اشكر مدرسيني الافاضل، واحب اشكر مدير المدرسه المستر محمد عبد الرحيم، ووكيل المدرسه الميسيو حاتم عيسى، ومديره المدرسه السابقه المس ايمان عبد الحفيظ، واحب اشكر مدرس الماث مستر محمد حامد، ومديره اللغه الانجليزيه المس حسان، واحب اشكر مدرس اللغه العربيه المستر ماجد، واحب اشكر مدرسين الساينس المس سحر والمس فاديه. طبعا كنت بتمنى ان النجاح ده يكون وسط اهلي وعمامي وتيتا وجده في مصر، بس بابا فرحتي هنا في السعوديه مع بابا عوضتني عن الفرحه هناك في مصر. وبحب اشكر ماما وبابا على تعبهم معايا طول السنه، وحبايبي وكل اللي شكروا كل اللي باركولي.